يعني معوقات يعني حقيقية بصراحة. يعني الجهاز الإداري الآن بالعراق، يعني الحكومة بالذات باسم آخر، غير متجانسة مع متطلبات المستثمر الأجنبي. أيضا يعني في خروقات كبيرة يعني بين من الفساد إلى تدخل في طريقة أخذ القرارات إلى أطراف ما لها أي علاقة بالعمل الاستثماري تتدخل للمنفعة الخاصة والمنفعة الحزبية. هاي أيضا معوقات أساسية يعني تبعد المستثمر الأجنبي. يعني أي مستثمر يجي، ناس يعني سذاجة يقول والله المستثمر يريد ربح، لكن الربح حسب المخاطر. الربح الآن في العراق لأي مشروع تجاري إذا يمشي بالنمط الصحيح غير مجزي، لأن بين الرشاوي بين الكلف بين الرخص بين المعوقات الكلفة تزيد يوم بعد يوم. فالمستثمر لما يشوف هذه البيئة راح يعني يتحفظ، ولو السوق العراقي يعني كبير والاستثمارات يعني مطلوبة، لكن بصراحة بدون أيضا تشجيع من القطاع الخاص العراقي ليش المستثمر الأجنبي يجي؟ يعني المفروض رجال الأعمال العراقيين نفسهم يعني يتقدمون على الاستثمار، لكن هم أيضا يعني يعانون من المشاكل. فهاي يعني الوضع الآن مع الأسف يعني نتيجة تراكمات صحيح. 17 سنة من الأخطاء الجسيمة قسم منها تراكمات وما تبينت بالماضي، لأن النفط كان يغطي على كل الأخطاء. كل الأخطاء الآن النفط صار في تراجع شديد، صار أيضا تراجع في 2014 بزمن حكومة دكتور حيدر العبادي، لكن كانت في سياق دولي يختلف تماما ما هو الآن. يعني كان في رغبة شديدة من كل الأطراف المحلية والدولية يعني تدعم العراق أمام الإرهاب. فالإرهاب يعني كان في نفس الوقت تقريبا مع تراجع الأسعار، فالدعم كان موجود. الآن البيئة تختلف، يعني عندنا جائحة كورونا، عندك البطالة الآن، الدعم أو العبء المالي الكبير على الحكومات الغربية في ظل المشاكل عندهم، فالبيئة تختلف. وهي إحدى الأسباب أيضا دفعتنا نروح إلى دول الإقليم، لأن عامة وضع الداخلي والاقتصادي نسبيا أفضل من الدول العظمى.